جميعا في مقر المجلس القومي للمرأة، نحتضن هنا مظلومة عظيمة صاحبة تاريخ حافل بالتضحية والإيثار وحب الوطن. نحتضن اليوم المناضلة جميلة أبو خالد في بلدها الثاني مصر. جميلة أبو خالد اسم حين نسمعه مستحضر دائما أسمى معاني النضال والتضحية والشجاعة. نستلم روح البطولة، تلك المناضلة التي تنتمي إلى دولة الجزائر الشقيقة. الرسالة الأولى اللي بتهمنا أول ما نزلها كلمة الكلمة بتاعتي، بس الرسالة الأولى اللي بتهمنا هذه المناضلة العظيمة أول ما نزلت في مطار القاهرة، قالت أنا مش بحب التكريمات نهائيا وما بحبش الزهور، ودفاعي عن الوطن دفاع عن القلب ودفاع عشان خاطر الوطن ليس هدفه التكريم. كانت أول رسالة حطيتها لينا. أنا قابلتها من 56 سنة في بيتنا، وقتها كنت في المدرسة، وكانت هي رمز، هي الرمز بالنسبة لكل بنات جيل سواء في مصر أو في العالم العربي.